إشاعات الخلافات والدراما والأخبار ما بتخلص بعالم اليوتيوب. فقبل فترة قصيرة طلعت إشاعات على وجود خلاف بين الثنائي المحبوب غيث مروان وأسامة مروة، رغم علاقة صداقتهم القوية اللي بينوها على السوشيال ميديا، ولكن ما شفنا هالثنائي مع بعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل فترة طويلة. هذا اللي خلى الجمهور يفكر بإمكانية وجود خلاف بينهم لتزيد هالإشاعات أكثر من بعد ما شارك أسامة مروة فيديو له عبر يوتيوب استضاف فيه عدد أصدقائه من دبي، ولم يكن غيث مروان من بينهم، ولتزيد أكثر من بعد اختفاء غيث مروان من على السوشيال ميديا وعدم مشاركته لأي ستوري، واكتفى بنشر هالصورة فقط. فبآخر ظهور لغيث مروان ضمن برنامج لا ناولين خلينا نحكي، جاب سيرة أسامة مروة من بعد ما طلب منه زياد أبو شعر إعطاؤه لصفة عن أسامة، فكانت إجابة غيث غامضة شوي، فحكى أنه علاقته بأسامة مثل علاقة لا نابلين، يعني مثل التوأم، بس غيث مجنون وأسامة هادي. فشو رأيكم بتصريح غيث وشو بيقصد من خلاله؟ وشو رأيكم بإشاعات خلافهم؟ هل هي حقيقية أم مجرد أكاذيب؟